انك تمشي 125 متر ده امر طبيعي جدا وعادي، وكلنا نقدر نمشي اكتر من كده كمان، لكن انك تمشي على الميه لمسافه 125 متر من غير ما تقع، هو ده اللي ما يقدرش يعمله غير كاهن من كهنه معبد شاولن في الصين، او يعني ما اعرفش مين اللي ممكن يعمل كده. Go!